الحقيقه انا قبل ما ادخل في مساله الرقابه والسينما والابداع والحاجات دي كلها، هل احنا امام موجه حقيقيه من صناعه اعمال سينمائيه تعود بنا الى تاريخنا المشرف في صناعه السينما، ولا لسه دي مجرد محاولات صغيره؟ لا، هو تاريخنا من الصعب انه يعود كما كان. السينما القديمه دي لن تعوض، لن تعوض. مع الاسف الشديد دلوقتي ماشيين على طريقه يعني ايه، اخطف واجري. ده بقى معظم، لان مساله كتابه في الاول، وبعدين بيجي مخرج الاستاذ احمد يترجم الكتابه دي لصوره. في منتجين عددهم على اقل من اصابع الايد الواحده. صحيح، بيحافظوا بقدر المستطاع، بيجهدوا. بيجهدوا. وفي ناس ممكن يتخانقوا معايا يقولوا انت ما خلصتش ليه، ده احنا المفروض 3 اسابيع ونشطب الفيلم. ما فيش فيلم في كده. السينما خطيره ومهمه عند الشعوب ان يكون الدوله فهماها وتقدر تحميها. عندنا المنتج بيحمي نفسه بنفسه، مش قادر يحميها. افلامنا بتتسرق، اما بتتسرق في عرض اول يعني القرصنه، قصدي حضرتك اللي هي طبعا. فتخيل حضرتك بعد 3 4 ايام من عرض الفيلم تلاقي معروض على قناه من قنوات الشمال، مسميهم الشمال، هم دلوقتي وصلوا 55 قناه بس، كانوا 100 وشويه. وبيتعرض، ويتعرض فين؟ على النايل سات. والنايل سات ملكنا احنا، ملكنا احنا. واحنا اللي ماضيين العقد معاهم على انهم يجوا ويغيروا اتجاههم ويمشوا في الاتجاه بتاعنا. ووصلت الموضوع انا للمحاكم. والمحكمه طلبت تطلع على العقد اللي ماضيه رئيس النايل سات. عقد الايجار اللي هم جايبينه، يشوفوا ايه البنود اللي فيه، خد احتياطات ايه، سابق حكايه. هو طبعا لا خد احتياطات ولا خد حاجه لحفظ حقوق الملكيه، ما خدش ده اساس. فمضى عقده وجابهم، وهم جم لقوا عندهم ادونا 20 قناه مثلا، والباقي فاضي، بقيت يوتيرسات فاضي. فبداوا ياجروها لشركات، 3 شركات دخلت، 3 شركات بدات تصطدم افلام الجديده، ما اكتفتش بالقديم بس. هي طول النهار شغاله سينما 24. ادت اسعار الاعلانات ارخص من اللي بتقدمها مصر. فسحبوا الاعلانات من مصر. هو حاجه بتشرحينها في العوامل دي اللي ربما يعني تبقى مبرر لان المنتجين ما بيقبلوش على الانتاج لان خسائرهم كبيره للغايه. المنتجين الصح كمان. هم اللي بداوا يكشفوا. انه اللي بيعمل فيلم نش فوق الابداع ده ما يخافش. طب مفيش صحوه جديده بدات في الموسم القريب اللي احنا فيه ده؟ بنحاول. انا قابلت رئيس الوزراء 2 3 الاخير موجود، والحقيقه راجل خد الموضوع بجديه تامه. واتصل بسفير مصر في باريس وشاف، وعمل اجواء مهمه، بدات الحكايه تخف شويه، وفي وعد انها تخف اكتر. انما دي احد اسباب قتل السينما المصريه. وزي ما حضرتك تفضلت في المقدمه، السينما المصريه قوه ناعمه خطيره جدا جدا. يعني هقول لك على حاجه، دول ما كانش لها علاقه بالسينما بقت موجوده دلوقتي في المهرجانات العالميه. اللهجه المصريه بتاعتنا بقت النهارده مفهومه وبيتكلموا بيها في جميع الدول العربيه. واحنا لو كان قدامنا جزائري او تونسي عربي زيي ببقى عايز مترجم.